لماذا تتوتر العلاقات بين الأخوة في بعض الحالات؟ لماذا يصل الخلاف بينهم إلى التحاسد والتباغض والتدابر؟ هل تكون القطيعة هي الحل المناسب لاسترداد الحقوق؟ هل يستحق الخلاف مهما عظم لجوء الأخوة إلى المحاكم لفضها؟ ما دور التنشئة التربوية والاجتماعية في تنمية روح الأخوة في إطار الحقوق والواجبات؟ ما هو دور الإسلام في معالجة الخلافات بين الأخوة؟ الخلافات بين الأخوة موضوع حلقة زدني علماً على قناة القلم.